ساعات يقول لك كده ان يعني نرجع لزمان ولا زمان هو اللي يرجع لنا. سؤال محير يعني، احيانا الواحد يفكر يقول هو كان يعيش كده في الستينات ويبقى الصبح يقابل صدفه حتى في الشارع كده سعاد حسني، يقابل عبد الحليم حافظ، يبقى عنده فرصه ان هو يتمشى في الزمالك، يمكن يشوف السيده ام كلثوم ماشيه، يروح حفله الست، يقابل رشدي اباظه. ايه ده زمن، والزمن ده احنا خدناه وصلنا كجيل من السينما تحديدا، يعني السينما الابيض واسود كده، الخيال الجميل ده والاحساس والحنين والنوستالجيا دي كلها جت من فرجتنا على السينما. بس برضو يفضل السؤال، نروح احنا للستينات ولا الستينات هي اللي تجيلنا بناسها باحداثها؟ انت كنت تروح لاحمد زكي بصراحه. تروحي لاحمد ده يعني انت بتتكلمي في التسعينات الثمانينات؟ انا اروح لاحمد زكي، حيث احمد زكي انا اروح. وعبد الحليم رشدي اباظه طبعا، بس يعني انا سكت احمد زكي يعني شوفوا احمد زكي فين انا اروح على طول. عموما صديقي الدكتور، انا صديقي خالد منتصر، انا مش يعني ما بحبش، بحب اتجاوز الالقاب اللي ممكن تعمل هو ساب الطب من زمان اللي ممكن تعمل لك الدكتور خالد. صديقي خالد منتصر، احنا عشرة عمر، يمكن بقالي كتير ما شفتوش، فكانت فرصه النهارده ان احنا نتقابل، وهو يعني بيجيد لعبه الخيال، بيجيد ان هو ياخد من الماضي يجيبه في الحاضر، وياخد من الحاضر يوديه في الماضي، وهو ده لقائنا النهارده. ازيك يا دكتور خالد؟ ازيك يا استاذ خالد؟ جدا جدا ازيك يا رشا، منورنا ومنور دريم اللي هي بيتك طبعا. طبعا ده بيتي، والحقيقه البلاتو ده يعني كان اسبوعيا الواحد بيبقى فيه، وياما شاف حاجات طبيه ومعارك اخرى يعني. النهارده اتحضر فيه عفاريت بقى، بس انت راجل، بس انت راجل يعني بتاع علم مش طبعا بتاع الناس بقى الناس يعني عارفه ان انا بتاع علم وبتكلم في العلم والمستقبليات وكده، فاحنا نسميها استنساخ. استنساخ نفس الحكايه، استحضار استحضار واستحضار يعني. فيعني ده وحكايه الارواح دي مش حكايه يعني مزعجه ولا حاجه، لان انت حتى لما تشوفي في صوره مشهوره قوي على الفيسبوك، احمد رمزي في مباراه بلياردو مع عمر الشريف ورشدي اباظه، تحسي ان الصوره كده مع انها ابيض واسود ومش ملونه، بس فيها الوان البهجه طالعه منها. صحيح، ارواحهم دي فيها هذه البهجه. صحيح، فحكايه الاستحضار دي مش نوع من انواع ان احنا عبيد للماضي، او ان احنا ناس بنقدس ومتخشبين ومتحنطين في مساله الماضي دي، لا، الحقيقه احنا مفتقدين لعناصر مهمه جدا جدا في الماضي. يعني الدول كلها بتبص للمستقبل وبتبني بتراكم. وهنرجع للعلم، العلم هو منهج يبني بالتراكم زي العمارة، غير الأدب والفن. الأدب والفن حاجة متجاورة، يعني ما تقدريش تقولي مثلا شكسبير أفضل من برنارد شو، أفضل من يوسف إدريس، نجيب محفوظ، لا، كلهم لهم قيمتهم الأدبية. لكن ما تقدريش تقولي إن الآلة الكاتبة أفضل من الكمبيوتر. العلم دايما تطور، في تطور ويتبني على بعضه. فهي دي كتبت على الآلة الكاتبة ولا لا؟ كتبت على الآلة الكاتبة؟ كتبت على الآلة الكاتبة. وأنا كتبت على الآلة الكاتبة، وكنت شايف إن في صعوبة شديدة جدا الواحد يتعامل مع الكمبيوتر. وبعدين دلوقتي خلاص أنت بتعرف تتعامل مع الورقة دلوقتي حتى؟ طبعا. يعني لا إلا الورقة. الورقة والقلم بالنسبة لي دايما. صحيح، الورقة والقلم بالنسبة لي لا، ده موضوع، بس طبعا يعني موضوع لما مش حنين على فكرة، أنا بعرفش أفكر غير بالورقة، غير بالورقة والقلم، مش بالكمبيوتر. صح. بس أنا عايز أقول لك يا دكتور خالد، الـ 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 المدارس يعني مثلا دكتور يوسف إدريس، فرصة النهاردة نفتكر ناس كتير حلوين، حتى فرصة ان احنا نفتكرهم يعني. مدرسته في كتابة القصة القصيرة خلتنا النهاردة يطلع يعني تراكم اللي اتعلمناه من هذه المدرسة، خلينا بقى عندنا مدارس أخرى بناء على مدرسة يوسف إدريس مش مجاورة له. يعني في تراكم، أنا يعني خلينا اختلف معاك في فكرة، حتى في الفن في تراكم. لا بس تراكم ما تقدرش تقول ده
افضل من ده. ده استفاد من ده. انت بتتكلم يمكن على لان انت الاختراع الاخير في الحكايه. بس لان هو بيتبني، هي مش شقق متجاوره، هي زي هديك مثل بسيط جدا. الكتاب الادبي بتاع سنه 1000 قبل الميلاد هيبقى غالي ولا رخيص؟ هيبقى غالي جدا جدا كمان، يمكن يبلغ الملايين. لكن كتاب علمي طبعة 2012 أو طبعة 2000 ده مكانه الربابيكي. يعني لو طبيب ورايح أشتري مرجع الأمراض الجلدية، مرجع الأمراض الجلدية سنة 2000 ده هنده لبتاع الربابيكي كده، اتفضل خد الكتاب. صحيح، لأن في تطور حصل في، لكن لما تروح معرض الكتاب دايما بتسأل على 2015 و2016. يمكن أنا كده قربت إن أنا أعرف الناس إيه الفرق بين العلم والأدب. في الفن اللوحة القديمة بتمثل قيمة كبيرة جدا، أنت بتدفع ملايين في اللوحات، بتمثل قيمة لأنها يعني بقت اللي عاملها حتى ما عادش موجود. يعني هما دايما يقولوا ان العلم زي عمارة تراكمي. تراكمي. لكن طيب الارواح بقى اللي احنا قاعدين هنحضرها النهاردة في الاستوديو، الارواح دي انا عايز اقول للناس ان في النوستالجيا والحنين للماضي، احنا لازم نعترف بان دلوقتي حتى البرامج اللي بلغة الاعلام مفرقعة دايما تلاقيها البرنامج اللي بيرجعنا للحنين للماضي. لكن زي ما يسري قال في الأول، المسألة إيه اللي هنستفيده من هذا الماضي؟ مش نرجع نلبس لبسه، مش نرجع نتعشق جواه، لكن إيه القيم المفتقدة اللي كانت موجودة في الماضي ومش موجودة دلوقتي؟ نبدأ ببليغ حمدي. ده داخل كده على بليغ على طول. لان انا يعني يعني انت يعني شايف انت بليغ ونروح. لا ده بليغ، هقول لك ليه. يعني انا يمكن اللي بيركب معايا العربيه بيلاقيني عامل فلاشه كده مجمع فيها، مش على عكس الناس، مش مطرب، لا ملحن، بليغ، عامل لبليغ طبعا. فالناس تستغرب، اقول لهم يا جماعه طب بس لو السكه من هنا لغاية مرسى مطروح مثلا تاخد لها 9 ساعات ولا 10 ساعات هنخلصها، هتشوف هذا التنوع. يبقى احنا مفتقدين دلوقتي هذا التنوع. اللي عمل يا واد يا بنج العدوية هو بليغ حمدي. اللي عمل مولاي اني ببابك لنقشبندي بليغ حمدي. اللي عمل روائع ام كلثوم بليغ حمدي. اللي عمل عبد الحليم حافظ الروائع اللي حوله تماما بليغ حمدي. وهتلاقي بقى اعظم حاجات لمحمد رشدي، واعظم حاجات لمحرم فؤاد، واعظم حاجات لشريفه وبوابه الحلواني. وبوابه الحلواني دي سكه ثانيه خالص. هو اللي اكتشف علي الحجار معشوقي، ومحمد منير. ومحمد منير ناس كتير ما تعرفش ان هو اللي اكتشف محمد منير. شوفي يعني بوابه الحلواني لابد ان الواحد في التوقيت ده لما يسمعها لا يستطيع أن يغالب يعني شجنه، لأنها فعلا في التوقيت ده اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. وعاملها إمتى؟ هذا بليغ حمدي اللي ما استحملناش. النقطة التانية بقى اللي أنا عايز أركز عليها، إحنا بلد ما بتستحملش طقان الفنان، ما بتستحملش جنان الفنان. بليغ حمدي كان في الحته دي اللي هي الطاقه اللي ما تعاملناش معاها بما يجب. البلاد اللي بتتحضر وتتقدم بتحترم العلم وبتحترم هذا الطاقان اللي انا بسميه ده. يعني ليه حكايات كتيره جدا مش عايزين نستغرق فيها عن الحكايه دي. طب انا بعد اذنك يعني بمناسبه طاقانه عشان الناس بس تفهم المساله، في 73 بليغ حمدي راح عشان يروح راح مبنى التلفزيون علشان يعمل أغنية وردة على الربابة، اللي هي يعني من أعظم وأجمل الأغاني الوطنية. طبعًا الرائعة، ولسه بتهز وجداننا لغاية دلوقتي. فمنع ان هو يدخل، ما دخلش. فبمناسبة الطاقان اللي خالد بيقولوا عمل ايه، راح عمل محضر فيهم. طبعا، وقعد اعتصام ولحنها في 6 ساعات
على سلم المسبيح، على سلم الإذاعة. لكن أنا بقول إيه، بوابة الحلواني دي اتعملت إمتى عشان الناس تستحضر؟ بعد هذا المنفى اللي كان قاعد في بليغ حمدي والعذاب ما زال يحتفظ شديد. وهو يعاني من سرطان الكبد بالانتماء، يحتفظ بمصر بالانتماء. مصر كانت جواه، شايلها جواه، صحيح. فهذا الوطن لما راح بره قعدت مصر معاه، وحتى بدأ يكتب أغاني مش يلحن بس، وبدأ يرجع تاني لمسألة الطقان اللي هو كان فيه دوت، والمسألة الجنون الفني اللي أنا شايف إن مصر ما تتفاعلش معها تماما. وكان بليغ ده على فكرة كل يوم مقالة بتشتم فيه طبعا. أنا مستحضر المسألة دي كويس قوي قوي. إيه بليغ ده اللي جاي بعد عبد الوهاب والعمالقة وإلى آخره. دلوقتي إحنا بنعرف قيمة هذا الرجل، التنوع زي ما أنا قلت، حتة الجنون الفني الجميل، إن أنت تبقي الموهبة طاغية قوي عن مسألة الأكاديمية. يعني أنت لو زرتي سالزبورج مثلا، عشان برضو احنا عايزين نعمل ايه في المستقبل. سالزبورج دي مدينة نمساوية، تنزلي المطار تلاقي تمثال موتسارت، تخرجي من المطار شوكولاتات كلها عليها موتسارت، تروحي المزار السياحي، اهم مزار سياحي هو بيت موتسارت، تسمع سيمفونيات، تسمع بيعمل ايه، يلففك بعد كده اتوبيس سياحي على اماكن فيلم صوت الموسيقى اللي كل اللوكيشنز بتاعته كانت في هذه المدينة. سياح بعشرات ومئات الالاف رايحين عشان موتسارت، اللي هو انا بشوف بليغ انه موتسارت مصر. لما حتى يعني يا ريت الناس تشوف او تحمل فيلم اماديوس عشان تعرف قد ايه الناس كانت بتتعامل مع موتسارت ده على انه بالبلدي كده وضع بيط برضو وكل عبقرة كده قاعد يضحك بلا اي هدف. ولكن لما يقعد على البيانو ويعمل سيمفونية وهو لسه عنده 13 و14 سنة، استاذ اساتذة الأكاديمية الفنية بالنمسا بيقعد محتار، الراجل ده بيطلع الحاجات دي منين؟ حتى الفيلم بيتهمه أنه هو قاتل موتسارت من كتر الغيرة. ده ناخد منه إيه؟ ناخد أن الموهبة الطاغية تبقى أكبر قوي من المسألة الأكاديمية، خاصة في الفن. طب وبتيجي بدري، ممكن نسمع بوابة الحلواني؟ بتيجي بدري، بتيجي بدري. أنا نفسي أسمع بوابة الحلواني. الموهبة دي بدري أحلى حتة فيها بتبقى بدري. الحتة اللي بدري دي أنا بقى أصلا بحب بوابة الحلواني. يا ريت نسمع بوابة الحلواني. وعلي الحجار حبيبك كمان. يا ريت. النق النق بوابة الحياة اللي دي، نقومي نقومي قومي افتحي لي ولادك الطيبة. ما بليغ تبقى وردة. بليغ يدخل على وردة. انا على الربابة بغني دي
يعني انا لازم اغنيتين لمصر لازم يعيطوني. حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر بتاعت شادية وعلى الربابة. شادية دي كمان إنسانة بتغني من حتة جواها يعني لم تكتشف بعد. حتة كده ساحرة. السيدة وردة صوتها طبعا رائع رائع، ما حدش يقدر ان هو يعني. وبعدين بيني وبينك اقول لكم سر، انا يعني مراتي في البيت لما يعني يبقى في اما تكون عايز مثلا يعني امشي حاجه في دماغي كده اسمعها ورده، هي ده لا يعني لازم يعني بتستخدم الحكايه اللي بتزيد عاطفي طبعا حتى بص يعني بس عايز اقول لك ان بجد شاديه دي بتغني كده بجزء ساحر، ولما التقت بقى مع بليغ ايه ده ايه اللي عملوه ده يعني يا حبيبتي يا مصر، وعملوا شويه حاجات كتيره جدا. ما لان هذا الضعيف البنية دوت الصغنون دوت اللي يعني كان يقدر يشكل. ايه اللي خلى عبد الحليم كان عصبي جدا ومتوتر لما بليغ راح لمحمد رشدي بالظبط، ولما راح لأم كلثوم لمحرم فؤاد. حتة أم كلثوم دي بقى حكاية. طب ممكن نسمع على ربابة الأول؟ يا ريت. حلوة بلادي صبر بلادي. يا ريت على الربابة بغني مملوك شغل إني أغني وأقول تعيش يا مصر يا مصر. وأنا على الربابة بغني مملوك شغل غنوة أمل للجنود أمل للنصر ليك يا مصر يا مصر ليك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة. وأنا على الربابة بغني وبارك كل خطوة تعدي عن طريق الصعب يا مصر. وانا على الربابة بغني وبغني غنوة الحرية قلنا يا شعب يا مصر وتحيا مصر تحيا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة. لا وشوف الكلام اللي هو الكلام بتاع كل العصور وكل الاوقات وكل الاقاعد. لما تقولي وردة تحسي ان يعني هي مش مصرية بس في الاخر الغنوة عاملاها بكل المشاعر المصرية. تأكيدا على كلامك، عملية مش سهلة. تأكيدا على كلامك يا يسري، يعني بعد ثورة يناير وكده ظهر خلايا نايمة في الاخوان كتير ما كنتش عارفة، يعني واحد يبقى قاعد معاكي صحفي أو وفجأة تلاقيه كان إخواني. فكانت بمثابة عباد الشمس هذه الأغنية، كانت زي عباد الشمس اللي احنا بنستعمله كده في المعمل يفرق الحمض عن القاعدة. اللي ما يتفاعلش مع الأغنية دي كنت أعرف على طول إنه خلية نايمة. فالتجارب يعني. فالأغنية الحقيقة كانت بتستعمل كعباد الشمس، أعرف على طول اللي هو ألاقيه بقى يا عم أغنية إيه وبتاع ربابة إيه ومش عارف أنت هتقعد بقى، أعرف على طول إنه إيه ماشي في السكة يعني. وناس لم أكن أتصور في حياتي أنهم ينتمون هذا الانتماء. فدي كان ليها برضو فايدة تانية. طيب نرجع لفكرة حكاية بليغ وأم كلثوم. طب احنا كده عدينا على وردة. لا ما هو يعني احنا لسه عندنا عندنا حاجات تانية بس اللي عايزين نستفيده برضو في 2016 من الحكاية دي. هل انت عندك ملحن دلوقتي او فنان او عالم او طبيب يقدم اللي اصغر منه بكل هذه الأريحية والتواضع لمين؟ لفرصة عمره وهي أم كلثوم. محمد فوزي اللي عرف هذا اللي عنده 27 سنة
برضو استحضروا يا جماعة السيناريو. محمد فوزي مكلف من أم كلثوم بلحن. كان إيه يا خالد؟ كان ليلة ليلة حب ولا سيرة الحب ولا حاجة كده يعني، عشان برضو الواحد يعني مش أغنية من الأغاني أغاني العظيمة يعني. قدم قال لها لا، مش أنا اللي هعملها، في واحد هيعملها أحسن مني. عملها أحسن مني. قعد على الأرض في الصالون بتاع أم كلثوم، أم كلثوم كان لها وجه آخر صارم جدا، ويعني ممكن تبقى عنيفة جدا عندما تقترب المسألة من الفن. نزلت من الكنبة اللي كانت قاعدة عليها في الصالون وقالت لا، ده في حاجة، الراجل ده في حاجة، العيل اللي انتوا جايبينه ده في حاجة. نزلت قعدت جنبه قالت له لا، كملها كملها بليغ. وبليغ هو اللي لحن الأغنية، ومحمد فوزي قاعد ومستمتع ومشجع لبليغ. القمة دي مهمة جدا. وليه الأستاذ الدكتور خالد بيقولها دلوقتي؟ فكرة الشباب دلوقتي يا جماعة، إن الشباب بيعاني من إن محدش بياخد بإيده، من إن وكلام ده ما يزعلش بقى، لأن إحنا لازم نقوله. لما بتقلك هي ليه مصر دولة معجزة كده؟ ليه اللي باين؟ أقول؟ قولي قولي قولي. ده لما بنفتح قضايا الشباب يقولك وانتوا بقى تصدعونا، هو انتوا كل شويه ما مالهم الشباب؟ ما الشباب زي الفل اهو موجودين وما فيش مشاكل ولا حاسين باغتراب ولا عندهم اي حاجه والدنيا زي الفل، وانتوا الشباب دول لازم تقرفونا بيهم ونفضل نقول ان هم مش كويسين؟ لا، هم كويسين ومشاركين ومبسوطين ومرتاحين، واللي مش عاجبه بقى دول شويه شباب كده. ما لا، الشباب لا كويسين ولا مرتاحين ولا مبسوطين ولا لاقيين نفسهم في حاجات كتيره. القيمه اللي بيقولها دكتور خالد دي حلوة قوي. يعني أستاذ يسري هو قمة الشباب، فالأستاذ يسري عايز حد كده يجي ياخده يقعده جنبه في برنامج ويقول له أنا هقدمك النهاردة. دكتور خالد منتصر وهو قمة الشباب أيضا. انت دلوقتي قلتي ان يسري شباب، مين اللي خده؟ سيدة أم كلثوم. مش عايزين نقول كبيرة كلثوم. لا يعني انت شباب برضه يا رجل. قدم لكم السيدة أم كلثوم. لا ده منتهى التواضع. منتهى التواضع انها يعني قالت ان هي اللي بس عايز اقول لك على حاجة. لا هو ايه بس يعني المسألة هو مين اللي بيقول كده؟ يعني مين اللي بيقول للشباب واخد حقه؟ مين؟ قولي لي مين؟ هما مين؟ ما احنا لازم نحدد الضمير الموضوع بقى. الموضوع يعني انت انا معلش اعذريني في السؤال، انت بتستضيفي حد فتفتحي موضوع الشباب فيقول لك واخد حقه وكله تمام يعني لما تعمل حوارات وتقول ان شباب غائب عن المشاركه السياسيه فيقول لك مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي هو غائب استطلاعات الراي بتقول عن انهم مثلا مثلا يقول لك لا، الاستطلاعات الراي بتقول ان هم موجودين. طب يا جماعه الشباب مش مفعل بشكل حقيقي في المناصب العامه او في الوظائف الحكوميه او في المناصب القياديه، يقول لك لا والله ده احنا عندنا في بعض الوظائف هي الحكوميه هي يمكن عايزه الوزراء عندهم 50 سنه ولا بيزن الشباب. الحته الحاده دي هو مش مهم السن العمري يعني. أنا كنت بسمع برنامج لزكي نجيب محمود مع فاروق شوشة، كان زكي نجيب محمود يطرح وهو في الثمانين أفكارا شبابية يعني مش عايز أقولك أكثر ثورية من ناس عندهم 20 سنة. برضو المسألة ما تبقاش حد بس قوي هو كده. هو في الآخر الشاب عايز يلاقي هو نفسه، مش عايز آخر يفكر بالنيابة عنه. بس أنا عايزة يعني ولكن بليغ اللي كان عنده 27 و28 سنه عنده قدره ايوه دعائية، هذا المشهد لا يتكرر الان. لا انا عايز ده بقى هقول لك ليه. هو اولا في حاجتين انا يعني ملاحظهم. الحاجه الاولانيه، احنا عندنا وزاره الشباب والرياضه هي بتشتغل للرياضه فقط لا غير، فهي ماشيه على رجل واحده، بتشتغل للطلاق كمان يعني. فدي نقطه وانا اتكلمت فيها كتير الحقيقه، ان وزاره الشباب والرياضه النقطه الاهم والبدايه الحقيقيه ليها هي الاهتمام بالشباب في كل مجالاته، ومحدش سمع هذا الكلام يعني. ودي نقطه طول ما احنا مش هنتكلم فيها مش هيبقى فيه شباب حقيقيين الدوله بتعتني وتخاطبه. الجزء الثاني اللي انا رافضه بقى التقسيم. ما هو التقسيمه دي ودي اخطر على الشباب اللي هو يقول لك ايه مثلا الاعلاميين الشباب، الصحفيين الشباب، الممثلين الشباب،
مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها طبيب إعلامي كاتب صحفي مذيع، من يتفوق يحصل على الفرصة، من لا يتفوق أو يثبت نفسه يتراجع خطوة. مفيش حاجة التفرقة هتؤدي إلى نوع من أنواع الحروب المبكرة على جيل لسه بيطلع، ما هو أكيد الجيل الأكبر عنده خبرة أكبر هو في هذا النوع من الحروب. أنا عايز يعني أقفز كمان أكتر إن إحنا نقول إيه، مسألة السن دي هي مش على السن مسألة الابتكار والجرأة والجسارة في طرح الأسئلة. ما أنت داعش، نص داعش عندهم 20 سنة. مظبوط. هل ده يدل على أن الشاب هو الرجل الذي يغير والرجل الذي دائما أفكاره مستنيرة أو عنده حداثة؟ لا، يسري اللي هو عنده الكفاءة واللي حاجة تفضلت بيها. مفيش تأثير. أن محمد فوزي خد بليغ اللي هو صاحب الموهبة بس اللي عنده 27 سنة. أيوة. ده صاحب ده كان فوزي صاحب الأغنية، يعني الأغنية كانت عنده، الأغنية خلاص كان هو وبين قوسين فرصة أم كلثوم. لا وبين قوسين خلي بالك فوزي الله يرحمه من جميع الحقيقة ما لحنش لأم كلثوم، فدي دي الأمل القشة الأخيرة. يعني يلحن ويدخل التاريخ بأن هو أم كلثوم التي ظل لحن. فريد الأطرش بقامته فأنه يدي الفرصة دي حد طبعا دي حاجة. أصلاحنا كمان ما عندناش فكرة، أنا ما أعرفش هي دي موجودة في بعض المجالات ولا لا، يعني احنا ما عندناش فكرة الأجيال قوي. ده موجودة في الطب يا دكتور؟ يعني احنا عندنا دايما مثلا يقولك الدكاترة الكبار المشاهير في مجال كذا تلاقيهم سنهم كبير جدا، في مجال الإعلام مثلا الإعلاميين الكبار هتلاقيهم في مرحلة عمرية معينة. ما عندناش فكرة الأجيال المتراكمة دي، يعني ما تلاقيش جيل كبير وجيل وسط وجيل أصغر منه، ما عندناش التراكم ده. يمكن ما عندناش تسليم الراية، يعني الوقت ما عادش زي السباق كده زي الماراثونات اللي بتحصل ان انت بتسلمي رايه المهم تبقى انت نفسيتك ايه وانت بتسلمي الرايه دي، يعني ان ده يتشنكل ويحصل له كذا كذا وتستنيه وتراقبيه ويا رب يحصل له. لا، المشهد اللي انا قلته بتاع محمد فوزي وبليغ حمدي ده المفروض ان يتكرر في كافه المجالات. ما هو بقى انا من نفسنا، بس هو حسب هو بقى هو يعني انت اذا كنت تقصدني انا فانا من نفسنا. انا عايز اسمع ام كلثوم. نسمع جمله سريعه جدا. عايز اقول ده كان عنصر بتاع محمد فوزي، مش عنصر خاص بجيل كامل برضو عشان بس تبقى ملحوظه. يعني مش يعني اذا بدون ذكر اسماء، اذا بدلنا الاسماء مش هيحصل انه يسيب فرصه تروح لحد صغير. دي اخلاق محمد فوزي. طب ما عبد الحليم كان بيغير من محمد رشدي ومحر. طب ما كان بيغير، ما قلناش حاجه، كان بيغير وعبد الوهاب كان بيغير من محمد موجي. الغيره في الفن مباحه وشرعيه جدا، وفي حروب وفي حروب وحروب ادت الى حروب، ده سلسله حروب. لكن هو انا بتكلم عن مناخ عام بيسمح بهذه الحركه، يعني انا بتكلم عن مناخ من الممكن ان يعني كان في حاله فرديه فيها جيل بيتبنى جيل، يعني محمد فوزي هنا بيعبر عن حاله فرديه ولا بيعبر عن جيل كان؟ انا رايي حاله فرديه، يعني انا رايي ان المناخ كان بيسمح لمحمد فوزي لانهم كانوا في نوع من انواع انهم فعلا مش كبار سنا بس، لا كبار في ان هذا المناخ اللي كان موجود في الفن وفي الادب وفي الكتاب و الى اخره كان في طاقات فنيه كبيره جدا. انت برضو بدون ذكر اسماء شيلي الكراسي اللي كانت موجودة في الستينات لكتاب كبار وناس صحفيين وحطي جنبهم أسامي دلوقتي هتلاقي المسألة فيها فرق جامد جدا، مع احترامي لكل الموجودين. طيب نسمع أم كلثوم، نسمع أم كلثوم وبليغ حمدي يعني كمان يعني الاثنين في يعني واحد ما حاولت أنسى وانسى ليالي غواك وانسى الجمال اللي شفته في الوجود كان نفسي ابقى قاعد في الصف الثاني الثالث العاشر اي صف اخر صف في الحفله دي. كل ما اشوف السيده ام كلثوم
بالليل في بتبص كمان على المسرح بشوف كل حاجه بقعد اتامل كل التفاصيل اللي قاعدين دول على الـ على الـ على المسرح يعني اللي قاعدين في المسرح دول رايحين مستعدين شفت اللبس شفت الصوره شفت احمد جاب الصوره برافو عليك يا راجل شفت الريحه باينه يعني الناس محتشده لمناسبه انهم يستمتعوا لا الاخطر بقى وكله طبعا بالبدل طبعا والشكل الرسمي احتراما للفن اللي بيقوله انا كان نفسي كمان نجيب صوره للمدرجات مدرجات كرة القدم مدرجات كرة القدم عندنا صالح سليم مش عندنا الكابتن الراحل صالح سليم ولا عندنا صوره قبل ما ندخل بقى في صالح سليم بقى عايز انقل من المسرح للمدرجات في صور شهيره قوي بتنزل برضو زي ما انت بتقولي كده في فيسبوك على مصر زمان وكده هتلاقي برضو ناس راحة بالبدل غريبة جدا وستات قاعدين جنب الرجالة عادي جدا والمشكلة بقى الأخطر بقى لاعب بيرمي أوت على بعد 3 سنتي منه واحد قاعد من الجمهور على خط الأوت عادي جدا مفيش بينه وبين هذا اللاعب يعني إلا سنتيمترات قليلة وبرضو والتاني بيلعب الكورنر نفس الحكاية المسافة لو انت شفتي الصورة المسافة ما بين خط الاوت والمدرجات زي بره مسافة بسيطة جدا يعني ما فيش هذا الهاجس الامني الرهيب وحد جو انا ما اعتقد ان الاستاد بعد كده ممكن يبقى الواحد قاعد في شبرا وبيتفرج في مدينة نصر يعني البتاع بس هو قاعد في الاخر عشان امنيا وبعدين العساكر بقى اللي هم ما بين المدرج ده والمدرج ده كمان بقى العجيب والمدهش واللي الناس يمكن بتقول ده انت خيال علمي ده ولا ايه بتوع الاهلي كانوا بيقعدوا مع بتوع الزمالك في نفس المدرج تخيل اتنين فريقين قاعدين في نفس المدرج احنا بنفكر في الجدار العازل دلوقتي لا ده حاجه حائط برلين ما ينفعش دلوقتي لا يعني انت مش متخيل ان يعني احنا لو يعني أدهى أعدائنا صرف كل ما يملك عشان نوصل لحالة العداء والعنصرية والازدواجية اللي بيننا وبين بعض دي يصرف قد إيه؟ إحنا عملنا ده لا لا ده إحنا سهلنا عليه إحنا سهلنا المهمة جدا يعني صورة صالح سليم أعتقد شافها المشاهدين يعني نرجع لها تاني يا أحمد الصورة الرائعة دي برضو القيم بقى القيم بتاعت هذا الرجل الرائع بص واقف إزاي المايسترو يعني كلمة مايسترو دي يعني مفيش نشاز انت لما تجيب اوركسترا مظبوط ايه وظيفة المايسترو ان لا نشاز موجود صالح سليم ما كانش فيه نشاز في الملعب وما كانش فيه نشاز في الادارة وما كانش فيه نشاز في النادي لاعب كبير بس مجرد يقلع الفانيلا بطريقة استفزت الجماهير ويعمل اهانة لهذه الفانيلا الحمراء اللي هي لها هذا الرمز اللي احنا بنعمله ساعات في العالم دلوقتي لا الفانيلا بتاعت الاهلي لم يحتمل صالح سليم هذا وقفه سنة كاملة برغم انه كان اهم لاعب موجود في الفريق وقتها راس الحربة حسام حسن طيب يعني ده يعني الاخلاق قبل طب لو انا عايز لا ده انا اديك حاجة تانية معلش يسري قبلها انا هقابل الزمالك انا صالح سليم اهو قاعد افكر انا هقابل الزمالك في الكاس نهائي الكاس حصل حركة كده راحوا متضامنين اللعيبة المدرب يعني اتقمص او حصل حاجة خاصة كده فاللعيبة تقريبا من 14 ل 16 لعيب تضامنوا وقالوا لا شطب اقعدوا بقى هجيب لعيبة تحت 20 سنة هلعب بيهم الماتش كله من حارس المرمى لراس الحربة أسماء غير معروفة والزمالك في عزه هذا الفريق هزم الزمالك في هذه المباراة عشان يقول إن النادي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع مظبوط وكانت الكلمة بتاعت صالح سليم صحيح درس واضح وده درس
ايه المفروض بقى في البزراميط اللي احنا فيه الكروي دوت لازم نستنى قبل البزراميط. عايزه بس اقول حاجه على اللي بيقوله دكتور خالد منتصر، كان حوار قريب مع احد القيادات في النادي الاهلي لما كنت بقول له ان النادي الاهلي مش ماتش كسب ولا بطوله خسرناها ولا ماتش كسبناه. النادي الاهلي قيمه، يعني النادي الاهلي نادي عريق يمثل قيم في المجتمع، مش ان هو خدوا بطوله او خسروا بطوله. لما هذا النادي يكرس قيم بعينها او يتنازل عن قيم بعينها يبقى احنا امام كارثه. انا عايزه النادي الاهلي يعني ينشر قيم بعينها، يعني لما مش قدام كارثه رياضيه بس كارثه يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي يعني انت كره قدم، يعني انت بتشكل وجدان. يعني انا كنت بضرب المثل اما حد هاجمني وقال اللي انا بقوله يعني كلام خيالي، بمناسبه انك بتتكلم عن خيال، لما قلت لما الزمالك بعد سنوات ياخد بطوله الدوري او الكاس، يعني الاهلي نادي عريق، يذهب النادي الاهلي ويسلم نادي الزمالك الكاس والدوري ليؤكد ان هناك رساله تؤكد ان في حاجه اسمها روح الرياضه. احنا بندي ده رساله للجماهير، عشان اللي بيقولوا الدكتور خالد دلوقتي ان يا جماعه الكره دي تنافس، هم خدوها بقى ايه المشكله؟ يعني نتبادل المساله. لكن ده ثار ثار لا لا ده انت شوف التعليقات، انت شوف التعليقات ده، يلا بقى مره من نفسهم، ما هم عمرهم ما خدوها، هم ايه يا جماعه ده؟ شوفي، من الممكن ان تكون هذه تعليقات موجوده في دول اخرى في اوروبا، في تعليقات وغيظ وده يغيظ ده والكلام ده، بس في الاخر في سقف قانوني مفيش حد يتعداه، في لوائح. لوائح عند مين يا خالد؟ لوائح عند الجمهور، عند النادي، عند الجمهور، عند الاداره، اتحاد. يعني هل يطلع في دماغ اي حد هننسحب وكله يرضخ كده؟ هل دي هتحصل في اي دوله في العالم؟ فين صور كابتن فرح سليم التانية يا جماعة اللي عندنا ننزلها؟ عشان هل في أي نادرة دولة في العالم يسري لعيب كبير كان كابتن يشتغل في قناة هذا النادي ويبقى هو اللي بيحرك ألتراس هذا النادي؟ دي تبقى في أي دولة في العالم؟ واللاعب ده معروف ورئيس النادي موافق عليه وخاتم بالعشرة. طيب ده السؤال اللي انا عايز اساله لك، بما ان احنا بس عشان نسينا ان احنا خالد منتصر معانا عشان نستدعي الارواح. لو كابتن صالح سليم وجد في 2016 على راس، وصالح سليم مش افكاره، صالح سليم بذاته، كان ممكن كل القرارات اللي هو خدها وهو رئيس للنادي يعملها، ولا الزمن اتغير والنادي اتغير والجمهور اتغير والحدوته كلها، وكان يعني هي ده بقى الاستدعاء. مسألة تراكمية. صالح سليم لما كان هيمسك النادي لم يكن ليسمح ان يبقى ليه صوت اسمه قناة الاهلي، مع كامل الاحترام ليها، تجيب لاعب يهتف ضد الجيش ويدخل في السياسة وهو غير مؤهل على الاطلاق للكلام في يعني حاجة إلا يمكن مركزه بتاع الكورة، مش كل الكورة كمان، قناة رياض، قناة نادي، يعني قناة نادي، قناة يعني نادي رياضة ورياضة عن رياضة. جميل. هل كان هيسمح بالكلام ده؟ لا يمكن. كان لما يقعد يتفرج على نادي شرطة بيتحرق بشماريخ ومولوتوف، كان لما يتفرج على كوبري أكتوبر نايم عليه شباب بأجسادهم أمام السيارات، كانت هتعدي؟ لما كان كان هيملك، يعني انت متصور ان هو كان هيملك؟ لابد كان. انت عندك هذا النادي له زي ما ليه جانب التراس، ليه جانب ناس، يعني احنا ولا احنا عايشين في غابه؟ كان هيعمل ايه مع الالتراس؟ ما هو انت النهارده يا خالد انت الاخرين ما بيدولكش فرصه ان تدير الشيء اللي انت المفروض تديره بعقليتك وبافكارك، الاخرين اللي حواليك المنافسين انفلاتهم زائد عن الحد. لا، رئيس النادي بيرضخ ليهم، مش ممكن. بالظبط، رئيس النادي عنده من الصلاحيات والا يعتزل يسيب المنصب. لكن طب لا، هو كان في محاوله ليه لما كانوا بيحاولوا يفرضوا مدرب معين وحاول رئيس النادي يقول لا مش من حقكم ان كنتوا كجماهير تفرضوا المدرب اللي هيدرب؟ كان في محاولات الحقيقه، كان في محاولات، بس انا بقول ادي بقول حادثه معينه. بس سيبك انت، صالح سليم كان قليط
تحس كان حاجه كده يعني لا انت عارف لا ما كانش ديمقراطي الهيبه كان ديمقراطي ده ولا كان مين ده؟ لا في فرق بين مين ده صالح سليم الديمقراطيه شوفي الديمقراطيه اثناء ما احنا بنتكلم على ازاي نفكر في القرار لكن حين اتخاذ القرار لابد ان تكوني ديكتاتوريه قرار واحد زي الجيش انت هنعمل الخطه ازاي هندخل من هنا لا يمين شمال هنعمل ايه طيب ساعه بقى وانت في الحرب هل من الممكن ان هو الجندي يقول للضابط بس انا عندي راي في الاشكاليه البؤريه في المساله ان احنا ندخل بطريقه يعني يا عم احنا في القتال احنا دلوقتي بنقاتل بس مين اللي قال له يمثل هو شوفي هقول لك لا ما انت عندك اصل عندك اولا طبعا سيد فاتن حمامه الله يرحمه عمر الشريف فاتن حمامه عمر الشريف دول اصحابه يعني وهو الحقيقه عمل ثلاث افلام بس يعني او يعني ما اعرفش ثلاثه او اربعه اخرهم انا شايف ان اخرهم ده فيلم في منتهى الروعه الباب المفتوح الباب المفتوح بتاع لطيفه الزيات يعني الكل دلوقتي ويمكن خلي بس البنات تتفرج دلوقتي على الباب المفتوح هيحسوا بقى بالنوستالجيا مين الولد اللي هيديهم الحريه دي كلها والهيام في والهيام امام اللي كان بيمثله تقريبا محمود مرسي اللي هو المثقف اللي عنده سكيزوفرينيا اللي هو يكتب كتب عن الحريه والبتاع وساعه ما يتعامل مع المراه يبقى سي السيد مضروب في 10 فلطيفه الزيات كانت كاتبه على المساله دي الحقيقه نموذج صالح سليم في الفيلم ده خلى يعني مازال محتفظ بالعبق بتاعه لكن ما اقدرش اقول عليه ممثل جامد يعني الحقيقه ان واحنا بنستحضر الارواح دي او بنحضر الارواح دي استنساخ روح صالح سليم في ارواح في روح مهمه جداً. لازم تحضر دلوقتي مش كده سعاد حسن حبيبه قلبي سعاد حسن كل موافقه روح البهجه والامل الحقيقيه يعني يعني شوفي يا رشا انا عايز افكرك بمشهد انا حضرته الحقيقه واثر فيا جدا. وصلنا خبر ان سعاد حسني انتحرت. خلاص؟ الوجدان المصري المنتحر ده راجل يائس كافر او ست كافره و و و الى اخره وبينزل منزله دنيا جدا في الوجدان. الحقيقه انا كنت قدام جامع مصطفى محمود ساعتها ستات بطرح بجلاليب سمرة ستات تحسي انهم من الطبقات الشعبية العادية جدا بيجروا ورا نعش سعاد حسني وبكاء بكاء بكاء يعني شديد جدا هما بيعيطوا على نفسهم انا قلت ترجمتي للمشهد كانت ايه بيعيطوا على النموذج بتاع سعاد حسني مش نموذج الاختيار والافلام اللي احنا بنسميها افلام مكلكعه او افلام مثقفية بيعيطوا على نموذج سعاد حسني الثلاثه يحبونها سعاد حسني البهجه الحيويه اميره حبي انا اللي بتجري وترقص وزوز وكلام من ده المصريات مش لاقيين ده الشكل العام بتاع الشارع المصري النكد يعني والشكل اللي ما فيهوش اي بهجه يعني انت كانك جبت الفراشه وقصيتي جناحها عشان ملونه هل دي جريمه ان الفراشه ملونه البنت مخلوقه في هذه الدنيا عشان تنشر البهجه فنشوف البهجه اللي نشرتها سعاد حسني بقى لا واي بهجه لا 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 لا
كل الموض يا قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش ماني 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 ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع وين يا ولاد قفل على كل الموض يا قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش ماني أسألك سؤال، وانت بتتكلم عن البهجة وصناعة الأمل والحاجات دي تلاقي بعض الناس تقول لك بس احنا جوانا أوجاع كده ما بنعرفش نخرج منها، يعني لما بتيجوا تكلمونا عن البهجة والفرح والحاجات دي يعني ما اصل احنا مش بندوس على زراير يا جماعة، يعني يلا نضحك يلا نفرح لا مش كده يعني. يمكن ارجع بقى للحتة الطبية. ايوه بس الحتة الطبية رجعوا ليها دكتور خالد منتصر. الاكتئاب. أيوة. الاكتئاب كان مرض صلاح جاهين وكان مرض سعاد حسني. المشكله بقى اللي عايزين نستفيدها بقى في 2016 من شخصيه سعاد حسني زي ما اتكلمنا على الجوانب الايجابيه، الجانب بقى السلبي اللي احنا المفروض نتخلص منه كبني ادمين ان احنا نثبت نفسنا ونوقف عقارب الساعه كده ونروح دايسين عليها وقط عند المرحلة دي. ده اللي حصل مع سعاد حسني وده اللي خلى الاكتئاب ما يتعالجش، ان الحياة ما تطورتش معاه. مفيش حالة تطور. هديلك يعني حاجة بسيطة. ماذا كانت رسالة الانسر ماشين بتاع سعاد حسني؟ خلي بالك من زوزو وهي في لندن. سعاد حسني لم تتخلى عن زوزو، يعني ما تخلتش عن سعاد حسني 71 1971 وقفت عقارب الزمن عند 71. إذا ما تغيرش البني آدم، وخاصة إن إحنا عندنا على فكرة عدد رهيب من مرضى ما يسمى بالباي بولر ديبريشن أو الاكتئاب ثنائي القطب، ده يعني شيء يعني هو إيه يعني ثنائي القطب ده؟ بس عشان اللي هو يبقى فرحان قوي 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 زي صلاح جاهين اللي علمها الرقص على فكرة. صلاح جاهين هو اللي علم سعاد حسني بهذا الوزن، علمها الرقص وكان يبقى فرحان جدا، وكان يدخل حتى على الدكتور بتاعه يقول له انا النهارده منعنش في منتهى الفرح اللي في الدنيا، اسبوعين وتلاقيه قلب على الناحيه الثانيه اللي هو بيسموها في العلم السايكاتري لا الكلب الاسود معي اينما كنت، حاجه محسساكي بكلمه ما عادتش تفرق. يعني احنا لو لخصنا الاكتئاب في كلمه ما عادتش تفرق. يسري ينزل سيب ده انه مش هحلق النهارده خلاص، انا نازل مش لابس مش عارف ايه جزمه من غير الشراب، يعني مش مشكله يا جماعه، يعني ما عادتش تفرق. لما تتكرر ما عادتش تفرق معاكي يبقى انت دخلتي وجريتي هذا الكلب الاسود الضخم اللي كان بيقول عليه تشيرشل لانه كان برضو من هؤلاء المرضى، وتنتهي بقى نهايه كارثيه زي اللي حصلت معاهم. لكي نتلافى كبني ادمين هذه النهايه الكارثيه لابد اقتنع بتجاعيدي. انا راجل بقى عندي تجاعيد خلاص مفيش اي مشكله. بس الموضوع اكيد او تجاعيد ملوش علاقه بس بالسن. بتجاعيد النفسيه كمان يعني انت ممكن تبقى شاب صغير. ما اقول تجاعيد الروح. يعني انت اللي هي تجاعيد التجارب المؤلمة أحيانا، التجربة المؤلمة تعاملي معها بشكل إن ما تسيبش الإسكار أو الندبات تلم، الجرح يلم وتعدي على حاجة تانية، وأكيد فيكي جانب آخر. يعني دايما حتى ينصحوا الناس بره يقولك إيه أنت بقى عندك 65 سنة، أنت طبعا هنا بقى الستين ده يعني إيه الراجل البركة. يعني اسمه الراجل البركه يقعد كده. طيب
وبعدين نتريق على الناس لما نلاقي مثلا نزور الاقصر وبتاع نلاقي واحد عنده 75 سنه ومنتهى النشاط والحسم والهمه نازل بتاع البر الغربي ده فيه 50 بتاع معبد ومقبره ومش عارف ينزلهم بالواحده. هما احنا يعني نقول انهم كلهم شبه بعض، لا، والبرنيطه والبتاع هو ومراته عندهم 80 سنه ونازلين، لان ده في متعه في تغيير. حتى يقول لك اتعلمي لغه جديده فيها ايه لما يبقى عند الواحد 70 سنه ويبدا شغلانه جديده اصلا كمان، ويبدا شغلانه جديده في الحياه ويبدا جديدة. ويعيش في بيت جديد وبلد جديده، لكن يعيش اسير التشميسه والجرنان والكلمات المتقاطعه. اتكلمنا شويه عن اللي سميتها انك ما تسيبش الجرح يلتئم، روح لحاجه ثانيه، ايه الحكايه دي؟ لما نطبقها على سعاد حسني بما اننا بنستحضر الارواح يعني. احنا بنتكلم هنا عن التجارب النفسيه السيئه، انت بتمر بتجارب بتوجعك حاجات، بتتخضع في ناس، بتفشل في تجارب، حاجات. ان انا عايز اقف عند سعاد حسني زوزو اللي هي 71 اللي يسري عليها. طيب هيتعرض عليا دور واثنين وثلاثه، انا لسه زوزو، انا الصغيره، انا اللي بتنطط، انا اللي بجري، مش هقتنع باي حاجه جديده. لكن نشوف بقى الناس بره، من الممكن انها تغير تماما، ممكن تبقى يعني ما زالت في الخمسينات وتعمل دور جده، وتعمل دور واحده عندها الزهايمر زي السنه اللي فاتت الفيلم اللي دي جولي روبرتس في الفيلم الجديد بتاعها، طلع في مرحله تانية خالص، مفيش اي مشكله خالد. بس في نقطه انت هنا بتتكلم عن حد عمل تجارب، فتجارب منها نجحت، فتوقف عند تجربه ناجحه في السن وفي العمر، فابتدي دي تعمل له جرح، ان هو او بلاش جرح، هو ابتدى يخاف على نجاح التجربه ديت، ان هو يكرر حاجات فيقع. وده حصل لسعاد حسني بعد كده في الرعي والنساء، وحصل في الدرجه الثالثه مع الشيخ عرفه، وحصل وحصلت مشاكل كتير. لكن لما يبقى في اكتئاب لانسان لم يمر اصلا بتجارب في الحياه، احنا لازم ده بقى بتسميه اكتئاب ايه؟ لا، لازم نعترف بان في كيمياء. لا، مش كل واحد، في فرق ما بين عشان برضو الناس تبقى معانا. مش اي واحد زعلان يبقى اسمه اكتئاب. الاكتئاب مرض، في الكيمياء هنا فيها حاجة. يعني مش كل واحد هيزعل شوية هيدخل في اكتئاب ثنائي القطب وينتحر. لا لا، يعني بص معلش بعد اذنك يا رش، يعني انا الحتة دي اصل مهمة جدا بالنسبة لي النهاردة، حتى واحنا بنتكلم عن الشباب. الشباب النهاردة الجملة المنتشرة انا مكتئب، سيبني انا محبط، انا محبط مكتئب. انا خلاص الحياه انتهت، هو يبقى عنده 20 سنه مثلا. انت هنا عايز توظف الامر بشكل طبي وبشكل ادبي، يعني انا عايز استغلك كطبيب واديب، انه هو عنده مشكله صحيه جسمانيه، ولا ده طقس عام، ولا الاثنين مع بعض؟ هقول بالنسبه لحته الشباب دي، الطقس العام انا متفق معاك فيه ان هو طقس عام، ما بيسالش فيه الواحد نفسه يا رشا انا اشتغلت على نفسي. هو بيسال كل الاسئله، حقي ايه، ده ما عينيش ليه، وفي نفس الوقت تمر عليه السنوات يبص في المرايه، اشتغلت على نفسك، على راس مالك. ما هو انت راس مال نفسك طبعا، صحيح. اشتغلت على نفسك؟ لا. رحت عملت حاجه جديده؟ لا. شفت جوانب في شخصيتك مش عارف عامله ازاي، صلحتها، اتعلمت تلات اربع لغات جديده عشان مش عارف تمشي في المجتمع ازاي؟ لا، هو قاعد واللي هي بيسموها قتل الاب، ان كل شيء عدمي، ونظره ان كل الناس اللي موجوده دي ضدي، تصبح عقده اضطهاد. وندخل بقى احنا بنتكلم بقى اتحولت من 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 طقس لحاجه عضويه، بتتحول لحاجه عضويه، بتتحول. طيب انا هتكلم عن نوع تاني من الاكتئاب، اللي هو برضو من سعاد حسني لما غنت بانو بانو على اصلكو بانو، اللي هو واحد يكتئب من كتر المراره اللي شافها من تجارب انسانيه مع ناس عاش معاهم سابوا جواه تجارب انسانيه سيئه. بتوجع طبعا، دخل في علاقات انسانيه في العمل في الحياه. بس ده يعني انت بتتكلمي على شخصيتها في الفيلم،
انت بتلاقي ناس كتيره جدا على صفحات التواصل الاجتماعي نتيجه خلافاتها الشخصيه او العاطفيه او الانسانيه، حتى اغنيه سعاد حسني بانو بانو على اصدقائه بانو. في مصر الحقيقه كارثه. يعني عشان كده انا دايما بنادي الاعلام يا جماعه، البرامج السياسيه هي اخر البرامج اهتماما المفروض تبقى في اذهانكم، لان مشكله اجتماعيه زي اللي انت بتقوليها دي محدش بيناقشها خالص. لا مشكلة عنوسة بتتناقش، ولا مشكلة علاقة راجل بست بتتناقش. المشكلة بقى اللي انت بتقوليها دي، مثلا ست عايشة، ممكن المرأة في مصر تعيش 30 سنة 40 سنة في تجارب مريرة مع جوزها ومستحملة عشان العيال خلاص، تعيش وتموت وهي مش قادرة بتمثل مسرحية. احنا معظمنا عايش في هذه الحياة بيرتدي أقنعة. مسرحية مكتوبة مسبقا، ادخل في المسرحية أدي دورك. لكن انت وانت صغيرة رسمت الشجرة اللي في دماغك ولا رسمت الشجرة اللي عايزها المدرس؟ ده انا احكي ايوه بمناسبه الرسم، بمناسبه الرسم بالظبط. انا في ثالثه اعدادي، لا لا عايزه مدرس، لا انا هقول لك حاجه ظريفه قوي، هقول لك حاجه ظريفه جدا. في ثالثه اعدادي انا كنت ضعيف قوي في الرسم، يعني ما كنتش بعرف ارسم ضعيف بتاع علم. فيعني ايه، فاعمل ايه يا مستر؟ فهذا المستر بتاع الرسم جمعنا كلنا، يا جماعه عيد العمال هيجي السنه دي، طب كويس قوي، نعمل ايه في عيد العمال؟ ترس. ايوه مفتاح انجليزي. ترس ومفتاح انجليزي ومش عارف فاس ولا حاجه كده، واعمل اللي هو البتاع دي الترس ده كداري عشان ميداليه، وهكذا كان الرسم. بس هو ده اللي المفروض ان انت تعمليه. طب ممكن نسمع بانو بانو عصكم بانو عشان ياه ده بقى ياه. ولا غنى ولا زيت ولا جنس غويط، ولا غنى ولا زيت ولا جنس غويط، وكتاب ما يبان من عنوانه بانو. ايوه كده بان. انت دومين بقى رجاله ولا مين؟ لا ما انا هي امتداد للمساله اللي انا بقولها، ان احنا بيمر وقت نبص نلاقي نفسنا شبنا، عملنا ايه؟ احنا بنعمل اللي عايزاه الناس، اللي عايزه المجتمع. لكن سالت نفسك انت عايز ايه؟ يعني برضو هرجع لحته تعليميه صغيره زي الرسم كده. مرة ابني بيسألني بيقول لي في موضوع تعبير عن كذا وبتاع، فقعدت أقول له أنا بقى بالشطحات بتاعتي، فقال لي لا يا بابا في عناصر، موضوع التعبير في عناصر كويس، لازم العنصر تبدأ بمش عارف حديث أو آية أو مش عارف إيه، وبعدين تدخل في بيت شعر، وبعدين قلت له يا ابني طب يعني ما ينفعش كده تكتب من غير العنصر؟ قال لي لا نسقط،
قلت له ما كانش على ايامنا اكتب موضوع تعبير في كذا وخلاص. فحتى التعبير يعني شوفي التعبير اسمه التعبير، انت لا تعبري عن نفسك، انت بتعبري عن منهج الوزاره اللي محطوط. يعني حتى في حكايه شهيره قوي كان بيحكيها زكي نجيب محمود لحد من قرايبه، فبيقول قريبه بيقول له انا سقطت في العربي في موضوع التعبير، خدت فيه صفر. قال له ليه؟ قال له لان الطلب مني اكتب رساله الى ابيك. الولد ده مغترب، فكتب ابي العزيز انا عايزك تبعت لي فلوس وعايز علبه جبنه وعايز مش عارف كذا وعايز كذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخذ صفر. طب ما هو بيعبر عن اللي هو عايزه فعلا، لكن المدرس عايز هذا المغترب الغلبان يا عيني اللي معاه 5 جنيه طول الشهر يكتب الفيحاء والبحقاء والمش عارف ايه، وسايب اللغه عندنا مش وسيله تواصل. صحيح، اللغه زخرفه. ايوه والله صحيح، بنزخرف. لا صحيح صحيح، ما بنتواصل. وسيله زخرفه. حلو، زخرفه صحيح وتنميق صحيح، لكن احنا بنتواصل بيها. عشان كده هو اسمه تعبير، انك تعبر عما تشعر به. عشان كده عمرك لما تحكي لحد اقعدي كده في قعده هات من الاخر يا ابني، يعني قول لي الكلمتين ما بنعرفش نقول اللي في دماغنا في جمله. تفتكر علشان كده مواقع التواصل الاجتماعي استوعبت الكبت صحيح اللي عند اجيال مختلفه؟ صحيح، بقى التعبير. انا ساعات هقول لك حاجه، يعني انا عندي كم لا باس بيه على الصفحه عندي، بقعد احيانا اقول الناس دي لو اتحطت، لو قدرت ان انا احطها في مناخ ابداعي اي حاجات كتير، مجله جورنان، مسلسل، كتاب ساخر، وتلاقي حكم كتيرة وافكار جيده جدا ومقولات مبدعين رائعة. فوق ما تتخيل. صح صح صح، معاك. فدول ما يعني الكبت اللي انت قلت بيطلع في حته تانية الى موضوع ال، بس بيحمل طاقه ابداعيه زي ما حضرتك تفضلت، يعني بيحمل نوع من الابداع. احنا ليه يعني، انا عارف ان احنا ممكن ما نكونش محضرين ده، بس في حد ما يفوتناش النهارده زي الاستاذ عاطف الطيب الله يرحمه. الله يرحمه. هو طبعا شوف يا اسري لازم يعني ده بص وقته المسائل فعلا. اصل عاطف الطيب ده كمان يعني لا، وعشناه احنا، عشناه وانا عشته عن قرب لانه كان من محبي حماية الفنان ابو بكر عز. وكان يجيبوا في حتت زي الهروب، الهروب مثلا وضد الحكومة. يعني المشهد الله بتاع ضد الحكومة اللي كان ما بين ابو بكر عزت واحمد زكي طبعا، وهما الاثنين قاعدين يلعبوا بعض. الحقيقة كان مشهد يعني خرافي. عاطف الطيب شاف في ابو بكر عزت حاجة قاعدة ابو بكر عزت مخاصم السينما او مش معروف، هو مسرحي اساسا ومحدش شايفه في السينما الى ان جاء عاطف الطيب. عاطف الطيب وبعده سعيد مرزوق عمل المرأة والسطور وخد عليها جائزة دولية من مهرجان القاهرة السينمائي. هذا الفيلم يعني انا الحقيقة كل ما افتكر ابو بكر عزت في هذا الفيلم، يعني هو كمية يعني حتى في الملامح مثله الله يرحمه، ممثل ممثل ده حسسني بمدى يعني الدمويه والتوحد. حتى ما هو دايما حتى كان يقول رؤوف علوان، حتى متهيألي ايه كان اسمه، رؤوف علوان في علوان تالي لص والكلاب. ما كانش اسمه حاجه. يعني هذا البطل يستحق الموت، صحيح يستحق القتل. مثله كان الحقيقه. طب نشوف ضد الحكومه. ضد الحقيقه ده من الابداعات الرائعه، وضد الحكومه فيلم يصلح لكل الاوقات يعني. والهروب فيلم رائع. الهروب انا لو ورايا ايه لازم اقعد اتفرج على ضد الهروب. الحكومه انا اي حاجه احمد زكي يعملها لازم اقعد. ده ضد الحكومه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. انا سمعت عن نباتك وشطارتك يا محب. ليه شرف انك كنت تلميذ ساعتك في كليه حقوق. ما شاء الله ما شاء الله، على كل ده هيسهل التفاهم. تحت امرك فندم.
انت عارف يا ابني ان انا وكيل الاتحاد العام لشركات التامين والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء والعدد كبير من الوزراء والقيادات. انا ما كنتش عارف كده يا فندم. هي دي الحقيقه. عشان كده هتكلم معاك كمحامي زميل تهمه مصلحتك قبل اي حاجه. ده يشرفني يا فندم. طب احنا بقى عايزين نتكلم في موضوع القضيه اللي انت مستهلفها ومختصم فيها عدد من الوزراء. خدك شويه ينسون يجلي الصدر ويفتح الشرايين واحسن من الشاي والقهوه. عايز توصل لايه في القضيه دي؟ للعدل يا دكتور. العدل اللي اتعلمناه وامنا بيه ودعيت له الاديان كلها. عظيم. طب ايه بقى العدل في انك تختصم الوزراء في قضيه زي دي المتهم فيها معروف ومحدد بلا اي لبس؟ قصد حضرتك سواء الاتوبيس وعامل التحويله او حد هيئه السكك الحديديه نفسها؟ انت عرفت انه الكشف الطبي على السواق اتضح انه كان متعاطي مخدر. عارف انه مذنب ولازم ياخد جزائه، بس مش هو لوحده. طبعا هو وعامل التحويله ملاحظين السنافرات يا فندم. ارجوك افهم، الاتوبيس ما دخلش في القطر كده من نفسه ولا حتى صدفه. فيه مسؤول ورا ده كله، هو اللي وصل مزقنات القطر انها تكون من غير اشارات، وهو اللي خلى سواق الاتوبيس المفروض انه مسؤول عن ارواح البني ادمين بياخد مخدرات. وده بيحصل في اي مكان في العالم. ايوه بس يبقى الحساب وتتحدد المسؤوليات بدقه، كل واحد يأدي وجهه، ولما يحصل الخطا يبقى معروف مين بالظبط المخطئ ويتحاسب. يعني انت عايز وزير النقل يعدي بنفسه على السنافورات سنافور سنافور ويطمن ان الاشارات شغاله؟ لازم يبقى فيه مسؤول حقيقي، مش كبش فدا يتحاسب وياخد جزائه. المسؤول عن وسائل النقل في البلد هو وزير النقل مش عامل مزلقان، والمسؤول عن تامين حياه تلاميذ المدارس وحمايتهم هو وزير التربيه والتعليم مش سواق اتوبيس الرحله. شايف الحوار؟ لا كنت لسه هقولها. مباراه. شايف الحوار؟ مباراه. لا شايف لا الحوار. هو ده الحوار. هو ده الحوار. مباراه يعني تمثيليه. بس ده مش حماك. ها مش حماك. هو كان في منتهى. مش ده حماك طبعا. في منتهى الطيبه اللي في الدنيا. وحتى كان ساعات يخاف من حاجات بسيطة يعني الحقيقة هو عكس ما يظهر تماما في الأفلام الحتة الشريرة اللي اكتشفوه فيها مؤخرا يعني. لكن أنا عايز أسأل أو أفكر أو أعرف الناس إزاي قدر يتقمص دور زي ده أو دور زي أرابيسك أو دور زي يعني إزاي التنوع ده، وإزاي هو حاسس الكلام ده قوي. المخزون الثقافي، وده اللي أنا عايزه من الفنانين الصغيرين اللي طالعين دلوقتي، مين مجموعتك؟ مين اللي بتقعد معاه؟ أنا شفت في بيت أبو بكر عزت صلاح عبد الصبور صديقه الصدوق ومفيد فوزي وشعراء وفنانين كبار ومخرجين، ما كانش بس الوسط الفني يعني من اصدق الاصدقاء. تحيه كبيره قوي اللي قلمنا الكبير استاذ مفيد فوزي، كل سنه هو طيب والف صحه يا رب. يعني والاستاذ مفيد ده كانوا بيصيفوا مع بعض يعني حتى كانوا يروحوا فارنا وده كان الاثنين وده يعني ده مسرحيه العيد بالنسبه لنا. لا لا اسمعي بس يا رشا، دي مسرحيه انا وخالد عارفين، دي مسرحيه العيد ايوه زي العيد فرحه بتاعت صبا وسعود كده يعني. دي وانتوا صغيرين كنتوا بتقعدوا تتفرجوا طبعا. العيد دي مقرره في العيد الصغير لازم كبير مقرره صح. طب نشوف جزء منها؟ وعملوا دويتو هايل. احنا بمناسبه ان احنا في عيد الرقص سمعكم جزء منها. العيد المولي. لعلم سعادتك بس انا سبت شغلتي في الحكومه مع انها كانت شغله مرموقه، لان مناخير المدير بتاعي كانت فرده اوسع من فرده واكثر من 10 اعمال اسيبهم لخلاف بيني وبين الناس اللي بشتغل معاهم. يعني اللي مرتشي واللي مبادئ جامده. مبادئ هي اللي محاكمه حياتي. طب دي حاجه عظيمه. عايزاني بعد العمر والكفاح المضني ده كله اجي اشتغل صبي عند واحد متخلف فكريا اسمه رستم يرضيكي؟ مين اللي قال لك انك هتشتغل عند رستم؟ طب بالعقل، انا هاخد فلوس ليه؟ مش نظير عمل وشغل؟ عمل ايه وشغل ايه؟ يا ما اشتغلنا ويا ما شربنا ويا ما كلنا ويا ما سافرنا، خدنا ايه من ده كله غير وجع القلب وقله الراحه؟ اسمحي لي بس، امال ايه معنى الامتحانات اللي انا فيها من الصبح والجمبري والبعجل؟ بذمتك كده يا فيلسوف الغبره بقى ما تسمعني،
انا هختار مساعد طباخ فوق الاغبياء اللي قاعدين ملطوعين عندي ليه؟ قلت لك قبل كده ان انا عامله ريجيم قاسي. يعني ساعتك بتساليني؟ ده بعد اذنك يا وطلب بي. مطلوب مني اجاوب لو سمحت يا بيه. معلش اسمحي لي بكره اقول لك. تعالى هنا بقى فندم. انت زعلت مني ولا ايه؟ لا يا فندم، وانا ازعل منك ليه؟ ممكن تسمع حكايتي بقى؟ اتفضلي يا هاني. انا ساكنه هنا اهوت لوحدي. لوحدك؟ من مده طويله، من 5 سنين في اخر حلوان، واخترت الفيلا دي مخصوص علشان اكون لوحدي خالص، مش عايزه حد. الدكتور خالد كان بيتكلم عنه ده، البعض لما تقول كلمة المخزون الثقافي يقولك ايه كلام النخبة ده. لا لا الحقيقة اصل برضو لو رجعتي عبد الحليم كان بيقعد مع كامل الشناوي، وكان بيقعد مع احسان عبد القدوس، وكان بيقعد سعاد حسني لا تجيد القراءة والكتابة. سعاد حسني اتعملت ازاي كده؟ سعاد حسني كان حواليها عمالقة من اول الخميسي لو سمعت جهين. لو سمعت يعني انت عارفه اللي بيدلق الفتات اللي بينزل من افواه هذه المجموعه اللي قاعده الصحبه او الشله يعمل عملاق دي، بس مثلاً المهم يهضم. يهضم طبعا المهم يهضم. عايزه بس اعلق، ما ينفعش الحوار اللي كان ما بين الفنان احمد زكي والفنان ابو بكر عزت في ضد الحكومه يمر كده. هذا حوار سياسي من طراز رفيع، على فكرة بيستخدم في الفيسبوك على تعليقات سياسية. يعني هذا حوار سياسي من طراز رفيع، المشهد من المشاهد الماستر سين. يعني لمن يريد أن يفهم. يعني إذا كان من عايز العدل، إذا كان هناك من يريد أن يفهم معنى العدل إيه يستمع إلى هذا. ما هو ده على فكرة هو ده الفن. الفن إنك أنت تعبر تعبير غير مباشر فيوصل للناس اسهل، ويوصل وهم مرتاحين. انت ما بتخطبش فيهم، ما بتخطبش بالظبط، عشان الناس لما بنقول لهم الفن له رساله تنويريه بيعتقدوا ان فكره الرساله التنويريه او الاعلام له رساله تنويريه انك هتعمل مدرسه يعني، وتقعد زي ما استاذ يسري بيقول يعني كانك هتدرس يعني. اقعد يا ولد وافهم وحاجات كده. طيب ما نقدرش ما نستحضرش روح الراحل اسامه انور عكاشه. طبعا طبعا يعني طبعا. كنا قاعدين نتكلم عن ايه الحلميه. طبعا اسامه انور عكاشه حاله فريده. وبرضو يكفي انه الوحيد الذي كانت تباع مسلسلاته باسم المؤلف. المؤلف بعد اسامه انور عكاشه بينزل في الاول. المؤلف عمل قيمه للمؤلف يعني دلوقتي بقت تلاقي المؤلف طبعا في تقال في الدراما التلفزيونيه طبعا. لكن ايه الحاله اللي عملها اسامه انور عكاشه؟ اسامه انور عكاشه زي ما بقول لك كده اديب انتقل الى عالم الدراما التلفزيونيه، واللي اكتشفه كان سليمان فياض. زي ما اللي اكتشف وحيد حامد وقال له انت مكانك هنا وشاور على ماسبيرو هو يوسف ادريس. فلما انتقل من عالم الادب وكتابه الروايات والقصص القصيره لعالم الدراما التلفزيونيه فهم ان هذا العالم له مفاتيحه. ما ينفعش يكتبه بالنفس الروائي. ما ينفعش ينقل الروايه يروح تصصها كده وحاططها تبقى دراما. وده اللي عمل من ليالي الحلميه. وعلى فكره اول جزء من الشهد والدموع لم يقبله التلفزيون المصري وتصور بره. وكان اسامه انور عكاشه يعني شبه مغضوب عليه في الحكايه دي. بعد كده لما ثبت نجاحه بدا الجزء الثاني من الشهد والدموع، وبدا ليالي الحلميه بكميه التفاصيل الصغيره اللي تحسي انها جداريه لتاريخ مصر. عندنا في 2016 هيبقى في ليالي الحلميه على فكره. دي بقى يعني مش عايز اغرق في التفاصيل قوي، لان برضو ايمن بهجت قمر بحبه جدا مبدع. لكن مش روح ليالي الحلميه مرتبطه بفكر اسامه انور عكاشه جدا. وهو مرتبط بحاجه مهمه جدا، ومرتبط بزمن اللي اتكتبت فيه، طريقه الانتاج اللي اديرت بيها ليالي الحلميه على مدار الخمس اجزاء، مجموعه الممثلين اللي كانوا بيقعدوا مع بعض 6 شهور بشكل كله متفرغ.
كل ده كان هل هيكرر نجاح للحلمان. خلينا نشوف التجربة بس. أحد الحاجات المميزة قوي واللي بتهز قلبك هي التتر والموسيقى الخاصة بمقدمة ونهاية ليلى الحلمان. من اختلاف الزمن ومنين بيجي الهوى، من اختلاف الهوى ومنين بيجي السوى، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من انكسار الروح في دوح الوطن، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار لالي وسكن، من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار لاهلي وسكن، من يجي الشجن بيعجبني حاجه ليها زمان ما سبتناش ابرياء. اه هو الزمن اللي ما بيخلناش ابرياء ولا احنا اللي بنحرك البراءة اللي جوانا والحقيقه سيد حجاب يعني طبعا. احنا عايشنا حتى معاه في الحلقه ديت مرتين يعني بوابه الحلواني وليالي الحلميه. لا حاجه يعني يمكن يوسف كان بيقول حتى شوفي الاسماء الكم ده وازاي تقدري توزني الايقاع بحيث ان ده ما يطغاش على ده ما يطغاش على ده، بحيث ان ممكن واحد يطلع مشهد واحد يسيب بيه بصمه كانها يعني حفره على حجر. الحقيقه ليالي الحلميه من الحاجات اللي هتخلد في تاريخ الدراما المصري. اه هي خلدت يعني عبرت الجاذبيه الارضيه دي خلاص. ما ينفعش ان هي ومع كل الاجيال. انا فخوره دايما الحمد لله بقناتنا دريم. احنا من زمان من سنوات واحنا دايما بنعيد هذا التراث. لا في حاجتين مهمين جدا بيتذاعوا في دريم دايما وانا بقعد رأفت الهجان وليالي الحلميه. ودول يعني عابري للجاذبيه الارضيه. انا حتى بقابل ناس كثيره جدا يقولوا لي ممكن تذيعوا المسلسل القديم انت عارفه ليه المسلسلين دول؟ هقول في عجاله كده. نفسنا في 2016 الدراما تبقى ازاي؟ الدراما تبقى بطريقه قطاع الانتاج. اللي كان عامل الكلام ده كله. اللي كان برئاسه ممدوح الليسي. الحقيقه المساله كانت بتدار ازاي؟ الترتيب. سيبك من اي اسماء من اي وظائف. النجم يجي في المرحله اللي بعد النص وبعد المخرج. مش دي المراحل العادية الطبيعية اللي كل الدنيا ماشية عليها؟ كويس قوي. ده كان موجود أياميها. الوقتي أنا عندي يروح للنجم من غير فكرة. امضي معايا عايزين نعمل مع عايزين نعمل نكتب لغدا عبد الرازق، عايزين نكتب لنيلي كريم، عايزين نكتب أو الأخطر أو الأخطر رجل أعمال عربي يروح قايل انا نفسي اشوف على الشاشه بتاعتي فلانه وفلان. تبقى القعده ده ايه نطبخ له حاجه، نفصل له حاجه ترزي. والنجم يقعد حاطط رجل على رجل ويغير ويعمل ويبدل ويطرد المؤلف في النص، زي ما احنا شايفين في مسلسلات على فكره في 2015 بدات واتطرد المؤلف. نورتنا النهارده وبنشكرك على الروح الجميله من الارواح الجميله بس اللي انت الارواح بقى يعني سيب لنا الارواح. الجزء انا بس عايز اقول كلمه يعني من التتر دوت لصديق صلاح السعداني، انت فين؟ أو يعني ان شاء الله نطمئن على صحته والحمد لله كويس. يعني انا الحقيقه بوجه له نفسي اطمن عليه كمان. ونفسي يعني يرجع لنا تاني بكامل تألقه
واشكركم على قعده الشجن قعده الارواح دي الجميله دي. يعني نورتنا يا دكتور خالد ودايما منور لي من قناتك دايما. ولو سمحتوا بقى يعني هبقى انانيه النهارده واخد فاصل مع اغنيه انا بحبها قوي، طيري طيري يا عصفوره. لكي بنيه لكي ماشي. يعني واحنا بنستحضر الارواح دي كده على الرحب والسعه. يعني اغنيه كده كنا كلنا بنسمعها واحنا اطفال. بس الارواح اللي حوالينا دي ارجوك يعني عايزين نحافظ عليها ندخل بيها 2016. نسمع طيري طيري يا عصفوره ونرجع لارواح جميله جدا وشابه جدا ومتالقه جدا ومبدعه جدا، مجموعه من الشباب اللي مشرفينا النهارده في كلام تاني، ولكن بعد هذا الفاصل. طيري طيري يا عصفوره. طيري يا عصفورة وين ما تشوفي غريب تطيري، ما عندك